السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدي هذه اللمبة كما ترون، قد استخدمتها لمدة طويلة وهي الآن احترقت، وسوف أعطيكم تفاصيل كيف استخدمها، وهي تعمل ببطارية الليثوم. كيف استخدمتها سوف أعطيكم المعلومة عنها. أولا نفتح اللمبة. كما ترون هذه الليدات استخدمتها من مسطرة أخرى، استعملتها من هذه المسطرة. هذه الليدات هي كبيرة نوعا ما، تعمل تقريبا من 4 إلى 5 فولت. هذه الليدات التي استعملتها هنا، يعني ما دام أنها تعمل على 4 فولت فما فوق، نستطيع أن تستهلك من البطارية الليثوم. البطارية تعطينا فولتاج 3.7 فولت، يعني على قيمتها تقريبا 4 فولت، وتربط على التوازي. يعني ما دام أنها 4 فولت تربط على التوازي. أنا استعملت هنا 4 ليدات، يعني مربوطة على التوازي، كل واحد تأخذ 4 فولت، ولكن الأمبير يكون أعلى. ونعلم أن بطارية الليثوم لديها أمبير، يعني أمبير قوي، يعني أمبير عالي. سوف أفتح هذه اللمبة فهي لا تعمل، لقد حدثت هنا، أفتح وأغلق لا تشتغل، لدينا مشكل فيها، وأظن أن المشكل هي البطارية، لقد احترقت البطارية، وهذا بعد مدة طويلة من استخدامها. سوف أفتحها وأريكم كيف استخدمت. هكذا كما ترون هي البطارية التي استعملتها سابقا. لدينا هنا الليدات كما ترون، لقد استخدمتها بالربط على التوازي وأعطيتها إذنها، واستعملت هنا الزر الذي استعمله. سوف أغير البطارية وأريكم كيف تعمل هذه البطارية. وهنا لدينا استعملت هذا للشحن كما ترون، هنا استعملت للشحن. سوف أريكم طريقة الشحن. هنا لدي هذا الشاحن، لقد استعملناه سابقا كما ترون، هذا هو الشاحن. عندما أضع الشاحن هنا من المفروض أنه يشحن البطارية. سوف أربط هذا الشاحن هكذا، والمفروض تشتغل اللمبة، ولكن هنا لا يعطيني عملية الشحن، لذلك حكمت على البطارية أنها لا تعمل. هنا يعني وضعت الكهرباء، هنا لا تشتغل اللمبة كما ترون، هنا لا تشتغل اللمبة. لو كان جات تعمل البطارية لو أعطتني هنا اللون الأحمر أو اللون الأخضر عند امتلاء البطارية. سوف أستخدم أي بطارية من بطاريات الليثوم، لدي هنا بطاريات، سوف أستخدم أي بطارية واحدة من هذه البطاريات وأستخدمها هنا، وأريكم كيف تكون عملية الشحن والإضاءة في نفس الوقت. سوف أنزع هذه البطارية، وهنا لقد نزعت البطارية كما ترون، هنا لقد نزعت البطارية. هنا مستعمل دايود عند الموجب، يعني الدايود يمر الموجب من هنا ولا يمر السالب، يعني عند لاشارج يدخل الموجب ولا ينتقل الموجب من هذه الناحية، هذه في السلك
في سلك لاسارج، يعني في السلك الشحن. أما السلك الآخر هذا الذي يأتي إلى اللدات، يذهب إلى اللدات، هنا يشغل اللدات هنا للحماية فقط. اللد الدايود هنا للحماية. عندما نزعت البطارية وجدت أن هذا السلك مقطوع من هنا، يعني عند اللحام، منتزع من اللحام. عندما وضعته هنا هكذا، ها هي تشتغل اللمبة كما ترون، ها هي تشتغل اللمبة. ولدي هنا القفل الذي استعملته. وهي مادة قوية تستخدم بروح الملح والبطاريات، حديد البطاريات. يعني توجد فكرة في هذه، في عملية صنع هذا اللاصق. سوف ألحم. فهو لاصق قوي لم أستعمله من قبل، وهنا سوف هنا استعملته في هذه التجربة. ها كما ترون سوف يلتصق. ها وكما ترون يلتصق على الحديد، سوف يلتصقه على الحديد. وهذا يستخدم بمادة روح الملح والحديد الذي يستعمل في البطاريات، وهو يشبه القصدير، يعني مادته ليست حديد وإنما تلك ذلك الغشاء المحاط بالبطارية يذوب في روح الملح ويعطينا هذا اللاصق القوي الذي يلصق حتى على الحديد. ها كما ترون انتسق تماما، ولقد لم استعمله سابقا، هذه اول مرة استعمله في هذه اللمبة. سوف اضعها في مكانها واشغلها واريكم كيف هي، كيف تعمل اللمبة. هنا كما ترون سوف اركبها وارجع اليكم. هنا لقد قمت بإلصاقها بلاصق الشمع أو لاصق بلاستيك لكي تكون مثبتة ولا ينقطع مرة أخرى بتلك الطريقة. سوف أرجع إلى مكانها هكذا. وأضع اللمبة، إنه فقط انقطاع في الخيط. وكما ترون استعملنا تلك اللدات. وهي تدوم أكثر من شهر، والبطارية تكون ممتلئة، يعني إذا لم يتم استعمالها تكون ممتلئة البطارية أكثر من شهر، وعملية الشحن لا تستغرق أكثر من ساعة، أقل من ساعة تشحن تلك البطارية. سوف أريكم كيف عندما نضع الشاحن هنا. تم تثبيتها كما ترون، وهي فائدتها كبيرة جدا. تستعملها عند انقطاع الكهرباء في مكان تلك
جميل، لمدة ساعة أو ساعتين تستعملوها، وهي متنقلة مثل التجربة التي استعملناها في اللمبة السابقة. سوف هنا كما ترون الشاحن هنا بالضوء الأخضر، سوف أستعمل الشاحن هنا، أربطه هكذا، ها هو، ها هي تعمل عملية الشحن. من قبل لا تشتغل هذه اللمبة. عندما أتركها لمدة ساعة سوف تمتلئ امتلاء كلي، يعني تشحن شحن كامل، وأنزعها من هنا وأتركها وأضعها عند انقطاع الكهرباء أو استعمالها في الليل، فهي لمبة يدوية. أرجو أنكم استفدتم من هذا الفيديو. وهذه اللمبة اليدوية لقد استخدمت اثنين من اللمبات، سوف أريكم اللمبة الثانية. هذه هي اللمبة الثانية، نزعت البطارية التي كانت فيها ووضعت لها كذلك بطارية الليثوم، وهي تعمل كذلك كما ترون، ها هي كما ترون تعمل ببطارية الليثوم، وكذلك تدوم مدة أطول، وهي يعني عندما لا نستعملها. واستعملت لها هذا السكت، هذا السكت سوف موجود في هذا الشارجر، هذا اللي راني مستعمله هنا، ها هو عندما أريد أن أقوم بعملية الشحن سوف أضعها هنا في هذا المقبض. سوف أريكم هكذا، سوف أضع، ها هي اللمبة الخضراء، سوف أقوم بعملية الشحن، ها هي الحمراء، هنا تشحن البطارية هذه. وفي هذه الحالة أستعمل بالبطارية واحدة فقط، لأن الشاحن يشحن بطارية واحدة، لا أستعمل اثنين مع بعضهما البعض، ولكن استعملت جميع الخصائص التي يستعملها السكت. هنا استعملت هذه وهذه، استعملت هذه، وكل مرة أستعمل واحدة ثانية. وهذا مثال ثاني تابع لاستعمال الليدات وبطارية الليثوم لاستعمالها في انقطاع الكهرباء، وهي أفكار جميلة ونستغلها في انقطاع الكهرباء. أرجو أن تفيدكم هذه الأفكار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.